احنا الان بقريه شاهين التابعه لمركز بلبيس محافظه الشرقيه التي شهدت مصرع غرقا داخل ترعه المكسريه. عرفينا بنفسك يا حاجه. انا اسمي هويده السيد. حضرتك عمه اللي هو متوفي السيد محمد؟ طب احكي لنا عن السيد، هو كان عنده كام سنه؟ كان عنده 20. طيب وهو كان مات ازاي؟ يعني غرق في الدرع؟ كان لسه مع والدته في الغيط، وجي غسل درح جاي متزحلق في الترعة ونزل ومحدش يحقن بعد ما مات. طب هو انا عرفت ان السيد هو اللي كان بيشتغل، هو اللي كان بيصرف على البيت. طب والده فين؟ والده الله يرحمه مات عنده 38 سنة، لسه مات بقاله 8 شهور. وهو مات بعد ما 8 شهور، والده كان عيان وله بنت وتلات جدعان غيره، فهم ولادين تعبانين زي والده الله يرحمه. يعني هم اخواته تعبانين ما يقدروش يشتغلوا؟ لا تعبانين. اخو الاكبر منه بسنه تعبان، وفي واحد اصغر منه برضه تعبان، هو اللي كان سالم فيهم، هو اللي كان بيصرف عليهم. وله اخت صغيره عندها 3 سنين، ولد كمان لسه في سنه رابعه ابتدائي، بس هو ده كويس.